صبري، عايز اخد من كلام دكتور ثابت واسالك حاجه مهمه. رضا سليم، بما ان ثابت بيتكلم عن التحضير في ظل قدرات فريق زي سيمبا، كان الكلام على وجود رضا سليم بدل حسين الشحات لاستغلال المساحه خلف الظهرين. هل كان بالنسبه لك طبيعي البدء برضا سليم في ظل تالق الشحات في الفترات الاخيره مع مارسيل كولر، ولا شفت ده ازاي؟ وبرده سر تغيير رضا سليم مع انه كان عامل اداء جيد جدا والاحتفاظ ببيرسي تاعه. طيب ما احنا هاخد من كلام دكتور ثابت لان هو النقطه مهمه. احنا جايين من توقف دولي واللعيبه كانت في معسكر مع منتخب مصر ورجعت من المعسكر على القاهره ومن القاهره على على تنزانيا، ففي مسافه سفر كبيره جدا. الشحات شارك مع المنتخب ولو لبعض الوقت، انما السفر في حد ذاته مرهق جدا. ففكره الدفع برضا سليم على حساب الشحات، احنا هنا مش بنقارن بين كواليتي وكواليتي لان الاثنين اصلا كويسين طبعا. فايا كان مين اللي في الملعب هو هيأدي الدور اللي مطلوب منه، لكن لو كان في فرصه ان حسين الشحات مثلا يكون موجود من الاول لو الاثنين متاحين هنا ممكن نتناقش، انما الراجل اصلا جاي من سفر، يعني جاي من سفر طويل جدا. فالبدء برضا سليم في المباراه هو امر منطقي، خصوصا انه هيديك تقريبا نفس المردود. لعيب قادر على الصناعه، سبرينتر كويس، حريف، بيقدر يعني لو بصينا حتى على ارقام الراجل، عمل اربع مراوغات في المباراه، الاربعه صح يعني طبعا. ما اخطاش في ورا مراوغه، فهو بيديك كل حاجه ممكن حسين الشحات يديها لك. يمكن احنا شفنا طفره كبيره في اداء حسين الشحات في الشهور الاخيره من يناير لحد النهارده وفي مستوى رائع جدا، لكن ده ما ينفيش ان رضا سليم جاي اصلا بهيستوري كويس في الموسم اللي فات، واقف على رجليه بشكل كويس، ومن يوم ما بدا مع النادي الاهلي من اول مباراه السوبر وهو زي ما بنقول خلاص كسب، قدم اوراق اعتماده بالظبط، قدم اوراق اعتماده من اول مباراه، في مباراه خسرها النادي الاهلي ومع ذلك هو كان من نجوم هذه المباراه، ومع توالي المباريات ومشاركاته حتى لو ما بيشاركش بشكل اساسي انما دايما بيديك المردود الكويس. تغييره امبارح في ناس كتير كانت زعلانه وبتقول لي هو ليه خرج والراجل كان ماشي كويس، فانا الحقيقه بشوف ان احنا ممكن نجاوب بطريقتين. الطريقه السهله اللي هي ممكن تتقال في اي قعده حلوه، يعني لو كان حسين الشحات نزل وادى كويس ما كانش حد اتكلم عن التغيير. ده حقيقي. لكن دي إجابة سهلة الحقيقة، إنما كل شيء خاضع للعلم والقياسات والتغييرات والحاجات والقياسات اللي بتتعمل في بداية الموسم والجي بي اس اللي بيبقى على كتف اللعيبة، كل الحاجات دي مش بتتلبس أو مش بتتجهز اعتباطا، مش مسيرة للموضة يا جماعة. يعني احنا دلوقتي ليه جايبين الفيست ده، وليه في تراكنج بتعمل للعيبة، وليه بنعمل لهم قياسات بدنية في أول الموسم وعلى مدار الموسم ده بيحصل؟ لأن كل لعيب في الدنيا عنده بطارية بالبلدي كده، البطارية دي ليها قدرة معينة. هنقول ببساطة لو خدنا لعيب زي رضا سليم، رضا سليم ده هنفترض ان قدرته مثلا يعني 50 سبرنت في الاسبوع. الراجل في التمرين عمل 40 طول الاسبوع، وجه في الماتش بقى عنده كام سبرنت المفروض يعملهم؟ 10. لو عمل ال 10 دول فورا لازم يخرج، لان ال 11 هيتصاب فيه. فممكن انت تبقى شايفه في الملعب او الناس شايفة في الملعب ان رضا سليم بيطلع نار من بقه قوي جدا، وفي لحظة المدير الفني قرر ان هو يسحبه. فالناس تتضايق، انت بتسحبه ليه وهو كويس واقف على رجله؟ الراجل ما تعبش. لا، الراجل لو قعد دقيقه كمان، لا ده راجع من اصابه كمان، ولو قعد دقيقه كمان ممكن السبرنت اللي بعده يتصاب فيه. فاحنا بنحافظ على اللاعب، فالمساله ما بتبقاش بس عشان لعيب مستواه نزل. يعني التغييرات مش عشان بس لعيب مستواه نزل، ومش بس عشان انا عايز اعمل تعديل تكتيكي، ومش عشان في حاجه اسمها يعني بنقول عليها تنشيط، احنا ممكن نقول ده تحت مسمى التنشيط، لكن مش عشان رضا مستواه نزل او بدنيا ما بقاش جاهز. لا، انا ممكن اغير لعيب عشان انا عارف ان خلاص قدرته البدنيه هو اداني ال 10 سبرنت دول. غيره وانت شايفه بالعين المجرده كويس في الملعب. بالظبط. بس هي ياسات، ما هو في لايف تراكنج شغال والمحلل الاداء قاعد شغال، عارف الراجل ده. ان البديل صبري يعني حسين الشحات. بالظبط. يعني لاعب مهم جدا. ده موضوع تاني بقى. يقدم لك اضافه، قصه بقى ان هو كان بيعتمد على بعض المراوغات او ما شابه في الوقت اللي نزل صحيح. فيه، ده موضوع تاني، لكن الناس لازم تفهم ان احنا عندنا ما فيش حاجه اسمها احتياطي واساسي صحيح. وان كان يعني بما انك اتكلمت ورحت للاعبين بشكل فردي، والدكتور احمد كان يعني بيقول التشكيل، اتكلم عن كهربا واتكلم عن ان كهربا بالنسبه له هو افضل مهاجم موجود داخل النادي الاهلي. لا شك. بتتفق مع دكتور احمد في الرؤيه دي؟ لا شك. كهربا لعيب كبير وحاسم جدا، ولو بصينا الناس ممكن تبص ان هو ضايع كتير امبارح،
متضايقه ان هو وصل للجون اكتر من مره وضيع، بس بص على الناحيه الثانيه، الراجل هو اللي عامل الاسيست بتاع الجول الاولاني وهو اللي جايب الجول الثاني، انت طالع كسبان بسبب كهرباء، وكان ممكن يبقى متسبب في ركله جزاء لو الحكم حسب ركله الجزاء. يعني حتى لو كنا ضربه الجزاء دي اتحسبت وهي المفروض كانت تتحسب وسجلت، فالثلاث اهداف هيبقى باصم عليهم كهرباء، فدي نقطه مهمه. لكن لا شك ان احنا عندنا مشكله ان كهرباء بيضيع. طب بيضيع ليه؟ دي محتاجه برضو ان احنا نبص هو ليه بيضيع. انا بشوف ان كهرباء لو عنده مشكله فهي مشكله في اللمسه الاولى مش في اللمسه الاخيره على الجول. امبارح كهرباء الناس بتقول ان هو مثلا يعني شافت ان هو عمل ميس باس كتير. طب افاجئك واقول لك ان هو ما عملش ولا ميس باس طول المباراه، 10 تمريرات وال10 صح. طب المشكله كانت فين؟ المشكله كانت دايما في اللمسه الاولى. لو نيجي هو استلم الكره كم مره هنلاقي ان تلت استلاماته كان فيها مشكله، تلت استلاماته خاطئه، والتلتين التانيين كان بعضهم استلام بشكل مش صحيح، يعني يستلم الكره استطول منه. ده استلام صحيح هيتعدى في الاحصائيات، استلام صحيح هو استلم، لكن الكره طولت سن، فبالتالي تعامله معاها التاني على المرمى هيكون سيء، لان الاستلام اصلا كان سيء. فمشكله كهربا اللي المفروض يركز عليها في الفتره الجايه زي ما انا شايف هي الاستلام، انا بستلم ازاي، انما قدرته في التواجد دايما في اماكن الخطوره. انت بتلعب بمهاجم ما هوش تارجت وبتلعب بره ارضك معظم الوقت، بتلعب على التحولات، ومع ذلك المهاجم اللي هو انت بتعتبره او بتشوف ان هو مهاجم وهمي او تسعة ونص او ايا كانت التسميه وصل للجول 6 مرات. فاحنا بنتكلم عن لاعب قادر ان هو يوصل للمرمى، بس عنده مشكله زي ما قلت في اللمسه الاولانيه. لو اتحسنت تسرع، ما هو اللمسه الاولانيه دي ممكن تعتبرها تسرع، ممكن تعتبرها تبص لها على انها لياقه بدنيه قليله، يعني في اسباب احنا لازم نبحث في الاسباب دي، هو ليه دايما اللمسه الاولانيه عنده فيها مشكله او الاستلام الكوره فيه مشكله، لكن هو بيروح على الجول، بياخد اماكن ممتازه، حاسم جدا. انت دوري ابطال افريقيا اللي فات كهربا من اول ما رجع الحقيقه من بعد الايقاف وهو عامل يعني عامل دفعه هجوميه قويه جدا للنادي الاهلي، كان الكريزه اللي قدرنا نحلي بيها الموسم، وكان عنصر فاعل في الموسم. يعني انت ما كنتش هتعبر الموسم ده يعني في غياب مهاجم الا لو كهربا صحيح. كان في لو كهربا ما كانش موجود، يعني انا كنت احاول الطف في الكلام، بس الحقيقه ان كهربا لو ما كانش موجود انت ما كنتش هتطلع بالخمسيه. ده مش تقليل طبعا من دور ادوار لعيبه في وتحديدا دوري الاصل، هو بيتكلم عن دوري دوري ابطال افريقيا، بيقول دوري ابطال افريقيا كهربا لا بيرسيتاو بيرسيتاو 10 اهداف، انما اقصد الشحات كان له المركز بيفرق، المركز بيفرق، انما المهاجم اللي انت عمال بتنتقده ان هو بيضيع كتير هو هداف دوري ابطال افريقيا. المهاجم اللي عمال تنتقده اللي هو ان هو بيضيع كتير هو في الست شهور الاخيره هو هداف الفريق في كل البطولات. فاحنا بنتكلم عن مهاجم عنده مميزات قويه جدا، لكن عنده عيب بسيط لو اتعالج هنشوف نسخه تانية مرعبه اكتر كمان من كهربا.